تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح في العزير، هل هو نبي أو عالم؟ قالت اليهود عزير ابن الله. لماذا؟ قالوا لأنه لما تسلط ملك المجوس على بني إسرائيل في بيت المقدس واستولى عليها وأفسد فيها، أخذ التوراة وأتلفها، لم يبقى شيء من التوراة، فلم يجدوها إلا عند عزير، حفظها على عن ظهر قلب، حفظها عن ظهر قلب، فقالوا إنه نبي، ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأنه نبي، بل غلوا فيه وقالوا هو ابن الله. نعم، والناس مختلفون، هل هو نبي وإلا رجل صالح وعالم من علمائهم. نعم.